حصلت على ورث من أموال في بنوك ربوية وأسهم في شركات ربوية، هل يجوز أن أستخدم هذا المال؟ نعم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا ورث لأبنائه أو لأولاده مالا حراما، يقصد ربويا أو قمار أو ما شابه ذلك، فهل لهم أن يأخذوه؟ قال لهم الهناء وعليه العناء، لهم الهناء وعليه العناء، هم وصل لهم بطريقة شرعية ورث ميراث، بينما عليه العناء لأنه أخذه بطريقة محرمة والعياذ بالله. إلا إذا كانت هذه الأموال مسروقة من أناس فترد إليهم، أما إذا كانت مال ربا مال قمار مال كذا ولا يعرف لها أو مغصوبة من أحد يردها، إذا كانت غير مغصوبة ولا مسروقة فهي حلال عليهم، لكن يجب عليك أن لا تبقيها في البنوك الربوية، خاصة الأسهم والأموال، تسحب هذه الأموال تضعها في بنوك إسلامية وهذه الأسهم تبيعها وتتخلص منها وفلوسها حلال عليك إن شاء الله تعالى.